بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما في برمجة الكائن باستعمال لغة بايثون. الآن سنتطرق إلى شيء اسمه الاستثناءات أو les exceptions أو gestion des exceptions. غالبا ما شو اكسبسيون؟ عندما تكون الأشياء التي قمنا بإدخالها لا منطقية. نعطي مثال بسيط جدا. إذا ليكن الكلاس امبلويي التي الكلاس صنف الذي مواصفته رقم الموظف ريفرنس امبلويي، ثم نو امبلويي اسم الموظف، ثم اج السن الموظف. منطقيا أحبائي الكرام، يجب أن يكون بين 18 مثلا راشد، ثم أصغر من 64 مثلا، أصغر من سن التقاعد. إذا ذهبنا إلى تيست مثلا وقمنا بالمناداة على الكلاس أمبلوي، لاحظ عندنا كلاس أمبلوي، سنذهب إلى تيست. إذا لاستعمال كلاس أمبلوي فروم أمبلوي، لاحظ إمبورت، سنجلب جميع الأشياء الموجودة في أمبلوي، ثم سنقوم بالمناداة على خلق كائن امبلويي او كريي اون انستانس دو لوبجي امبلويي باستعمال كلمه امبلويي، ثم سنمرر له الخواص التاليه: واحد فاصله واحد فاصله، ثم اسم الموظف محمد، ثم السن. تخيل لو ادخلت مثلا السن يساوي 12 سنه. 12 سنة منطقيا لا يوجد موظف سنه 12 سنة. إذا لو قمنا بنشر جميع الخواص امبلوي او، سنذهب إلى display all info، سنقوم بتجريب تيست مثلا run، ثم run test. إذا لاحظ النتيجة هي واحد محمد 12، ولكن من غير منطقي أن يكون الموظف سنه 12، وبالتالي يجب أن نبرمج استثناء. إذا كان هذا السن أصغر من 12 أو أكبر من 64، سنقول له لا يوجد موظف، وبالتالي سنخلق استثناء. هنا لخلق استثناء أو صنف استثناء يكفي أن نكتب الكود التالي. إذا دائما لاحظ سنقوم بكتابة الكود except. إذا لاحظ سنقوم بخلق كلاس أو خلق استثناء، استثناء ياريت من اكسبسيون، وسنقوم بشرح في الفيديوهات المقبلة ما معنى سوبر، ما معنى الإراثة، ولكن إلى غاية ذلك الوقت سنبرمج ذلك. إذا سنكتب كلاس وسيكون بينه بين قوسين اكسبسيون. لاحظ إذا سنقوم ب لاحظ نيو بايثون فايل. إذا سنخلق كلاس استثناء بايثون فايل، سنكتب هذا الاستثناء على الشكل التالي: except مثلا age. لاحظ الحمد لله هذا كلاس except age. إذا سيكون هو عبارة عن كلاس، دائما يبدأ بكلاس، اسم دياله هو اسم، لاحظ except except، يستحسن أن نسمي نفس اسم الملف، ولكن بين قوسين نكتب x. إذا نكتب exception هو مجرد أن نكتب بين قوسين سيعطيني هذا الكلاس، بأن هذا الكلاس يرث من الاستثناءات، يرث من الاستثناءات، يعني أب الروحي لهذا الكلاس هو الإكسبشن. دائما أي كلاس نقطتان، لاحظ، ثم أي كلاس لديه إنيسياليزاتور أو لديه إنيس، وبالتالي سنكتب ديف. إذا دقيقة، ديف اي كونستريكت، اي كلاس لديه كونستريكتور. هذا الكونستريكتور احبائي الكرام دائما تبدا بالانيس، يبتدئ بانيس ثم السيلف، ثم سنمرر له عباره. هذه العباره مساج، هي العباره التي سننشرها الى المستعمل او الى الشخص الذي قام بادخال معلومات خاطئه. وبالتالي هنا سنكتب سوبر، لاحظ يا بسم الله، سوبر دوت، سننادي على الكلاس الخاص بالاكسبسيون. سنستعمل سوبر دوت انيس وسنمرر له هذا المساج. يعني يا ريت. اذا سنقارنه مع اكزامبل سيلف. اذا نفس الشيء. اذا لاحظ سنخلق كلاس اسمه اكسبسيون اج،
ياريت من اكسبسيون، يعني هذا الصنف هو عبارة عن صنف ياريت ليز اكسبسيون، ثم سنقوم بتعريف انيس. انيس هي يعني الكونستركتور. هذا الكونستركتور احبائي الكرام سنمرر له مساج او عبارة. اذا هذا الكونستركتور سنقول له اذهب الى ما معنى سوبر، يعني اصعد الى الاب. وما هو الاب؟ هو لا كلاس اكسبسيون، يعني اذهب الى انيس دو اكسبسيون. بالدارجه خوزي هذا الكلاس اكسبسيون اج ياريت من اكسبسيون، اذا هذا خاص يكون عنده انيس ديالو، واكسبسيون عندها انيس ديالها. اش تقول لي حتى الانيس ديال هاد الاكسبسيون اج ياريت، تقول لي سوبر يعني طلع عند الانيس ديال، شنو هي سوبر دوت؟ يعني سير طلع عند الانيسياليزاتور ديال الاكسبسيون، ديال كلاس اكسبسيون. هاد كلاس اكسبسيون صحاب بايثون هما اللي مديرينها. اذا باللغه العربيه الفصحى لاحظ عندي صنف انا الذي حددته اسمه اكسبت اج، الذي يقوم ب ب الذي يقوم بتحديد السن، وساقول له بان اكسبسيون اج ياريت من الصنف اكسبسيون. وهذا الصنف اكسبسيون هو عباره عن صنف برمجه من طرف بايثون. إذن صنف برمجة من طرف بايثون، وسنقول له بأن إنيس الخاصة بهذا الصنف الشخصي هو عبارة ياريت من الآخر. إذن الحمد لله قمنا بتحديد هذا الصنف. إذن سنذهب إلى كلاس أمبلويي. كلاس أمبلويي إذن سنقوم بإعطاء القيم الأولية أو بوسائل في حالة واحدة، عندما يكون الأشياء منطقية. ما معنى الأشياء منطقية؟ يعني هذا البارامتر الممرر أحبائي الكرام سي الذي هو عبارة عن آج يجب أن يكون محصورا بين 18 و 64، وبالتالي بسم الله على بركة الله إف بين قوسين. إذن آج إذن إذا كان آج أكبر من أو يساوي 18، إذا كان آج أكبر من أو يساوي 18، و ما معنى و؟ أند آج أصغر قطعا من أصغر قطعا من أصغر من أو يساوي 64 و64. إذا كان هذا البارامتر، سنسمي هذا البارامتر اسمه S الذي سنمرره هنا. إذا كان C أكبر من يساوي 18 و C أصغر من يساوي 18، فإن الأمور منطقية، فإن هذه الأمور منطقية. أما إذا كان أحبائي الكرام العكس، ما معنى عكس؟ إذا سنقوم بكتابة ايرز نقطتان، ثم سنقول له اشياء اخرى، مثلا باس بار اكزومبل، الى غايه لكي لا يعطينا اي ايرور. اذا لاحظ كنترول اكس، نعم، ثم هنا كنترول في، ثم ايرز. لاحظ اذا كان السن بين 18 والسن اصغر من 64، فان الامور منطقيه. سنكتب الكود الذي كتبناه في الدرس وكتبناه في الفيديوهات السابقه منطقيا. سيلف دوت ريفرنس ايكالا سيلف دوت نو ايكالا بي سيلف دوت ايكالا سي اكسترا. ايرز ما معنى؟ وهنا سنكتب ايرز. ما معنى ايرز؟ سنقوم ب تري كاتش. اولا سنذهب الى نموذج لكي تعلموا هذا النموذج، تست كونت. اذا تست كونت ثم كونت، اذا ساعمل اف ثم else داخل تري كاتش، ثم داخل تري كاتش. اذا ساذهب هنا الى امبلويي. اذا يجب ان احتفظ بحد الامثله، مثلا ريز، ولا ريز اسم الاكسبسيون. ما هي اسم الاكسبسيون؟ اسم الاكسبسيون الذي خلقناها هو اكسبت اج. اذا اكسبت اج، فوالا اكسبت اج، اكسبت اج، اكسبت هي الاسم، هو اك اكس بي اكسبت اج بين قوسين مساج. ولا سأمرر له أحد المساجات أحبائي الكرام. إذن سأذهب إلى كلاس كونت الذي قمت ببرمجة ريز اكسبت بين قوسين. ولا ولكن يجب أن أقوم بجلب هذا الكلاس، لأن ولا إذن سأذهب إلى كلاس امبلويي. لاحظ أريد أن أستعمل هذا الصنف اكسبت اج داخل
داخل هذا الكلاس. إذا يجب قبل كلاس امبلويي أن أقول له يا بسم الله from، لاحظ from، voilà except age in port إطوال. إذا دائما قلنا عندما نريد أن نستعمل كلاس داخل كلاس آخر يجب أن نجلب هذا الكلاس from except age import إطوال، كما أننا عندما نريد أن نحسب الجذر ماذا نفعل؟ نأي from mat import إطوال. فوالا، إذا كذلك أنا أريد أن أقوم بالمنادات على كلاس exception، وبالتالي إذا كانت الأمور طبيعية أقوم بإعطاء القيم الأولية else raise. هذه الكلمة raise يعني قم بالذهاب وقم تري كاتش، بحال كاتش اكسبسيون في لغات البرمجة الأخرى. إذا كان السي أصغر قطعا من 18 أو السي أكبر من 64 سنذهب إلى الكلاس اكسبسيون، ودائما الاكسبسيون نبرمجها داخل تراي، لاحظ اكسبت نقطتان فوالا، ولكن اكسبت اسم الاكسبسيون احبائي الكرام، يمكن ان اكسبسيون اكسبسيون ها هي اكسبت اج فوالا. ثم هنا يمكننا ان ننادي على برنت، لاحظ برنت ساتركها هنا وساقوم بوضع هذا الكود اف ايلز، دائما اضعه وسط تراي لاحظ. إذن هذا هو الكود. إذن أحبائي الكرام، دائما الهيكل العظمي خاص بأكتب كلاس بيرسوناليزي كلاس اكسبت اج، ثم هنا أنادي على إنيس، ثم أذهب إلى سوبر إنيس مساج. إذن غالبا ما يكون عبارة عن هذا الكلاس. ثم ماذا يتغير؟ سأذهب إلى كلاس امبلويي، كنا دائما نبرمج فقط هذا الكود بدون أي استثناءات. الآن ستدخل هذا الكود سيلف دوت سيلف دوت سيلف دوت، تدخله إلى إف إيرز، إف الأمور طبيعية قم بإعطاء القيم الأولية لمختلف الخواص، إيرز إذا كان هذا إشكال أكتب ريز اسم الصنف الخاص بالإكسبسيون، وجميع الكود أحبائي الكرام قم بوضعه داخل تري اكسبت. كنا فقط نستعمل تري اكسبت، الان تري اكسبت ثم اكسبت اج. لنجرب هذا الكود، لنجرب هذا الكلوس امبلوي، سنذهب الى التست. لاحظ تست، اريد ان اقوم بتعريف متغير اسمه امبلوي، يلزمني لانني هنا اشتغل في ملف اخر، هذا الملف اسمه تست بوان باي، وبالتالي يجب علي ان اجلب الكلاس امبلوي هنا ليتعامل معه، وبالتالي وجب علي كتابه فروم امبلوي امبرت اطوال ثم او امبلوي واحد محمد 12. تخيل لو اعطيت 12 ما هي النتيجه التي ستكون؟ اذا ساقوم هنا بالتطبيق، يجب ان يعطيني خطأ. لماذا؟ لأن الآج ليس أكبر من 18. إذن تست، أذهب إلى تست، لاحظ هناك ركن سوبر أوبجكت string. إذن هنا لو استعملت هذا بدون string، إذن لاحظ exception، إذن هنا class super this is recur a super object string. إذا لاحظ سأذهب هنا إلى accept age exception، ثم الذهاب إلى employee accept message. إذا يجب أن أكتب مساج أحبائي الكرام، هذا المساج سأكتب هنا أعتقد attention وعلى age ولا attention ولا age must وعلى age أعتقد must be in range 18 and 64. إذن سأجرب الكود مرة أخرى، يا بسم الله على بركة الله. إذن هناك خطأ، ما نوع هذا الخطأ؟ except كما ذلك هنا except attention. إذن الحمد لله أحسن شيء
هو وجود الأخطاء، وجود الأخطاء. فوالا، كنترول سي، سأمرر له هذا البارامتر، كنترول في، ثم هنا سأقوم بنعم string object save في هذا الكلاس. فوالا، description init local as separate object receive. إذن هنا بلاتي إذا شدينا كلاس كونت أحبائي الكرام، وجدت الخطأ بأن هنا السوبر سيكون بين قوسين. استسمح هنا. فوالا، إذا سأعيد التطبيق. فوالا، إذا age must be in range 18 and 64. فوالا، هذا هو الكود أحبائي، الكود البرمجي بين قوسين. هنا ذهبنا إلى employee، لاحظ هذا هو الكود البرمجي الخاص. فوالا، إذا لو ذهبنا إلى تيست وقمنا بأشياء منطقية، ما معنى أشياء منطقية؟ مثلا السن 45، هنا يمكننا أن ننادي على الدالة او دوت بوان افيشي اول انفو. ولا، إذا لن يقع أي شيء هنا أحبائي الكرام، لأن السن عبارة عن سن عادي جدا. إذا لاحظ الأمور مرت بسلام، لم يكن أي إشكال هنا. ولا، أما إذا مررنا شيء غير منطقي فيكون عندي هناك خطأ. فوالا، إذا الكود الخاص ب employee هو هذا الكود. إذا الكود هو عبارة عن كود، إذا يمكنك أخذ صورة لهذا الكود. إذا أي الأسئلة في الامتحانات، توظيف إلى غير ذلك، فقط البارامتر الممرر اس، ثالث بارامتر أو يعني فقط تكتب الشرط الذي قام بكتابته. فوالا، إذا الحمد لله، شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء. سنقوم بشرح وبرمجة مشاريع أخرى تعتمد على الإكسبسيون في الفيديوهات المقبلة. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء.